النهارده نرصد اخر التجهيزات النهائيه لحفل طريق الكباش العالمي اللي مفترض اقامته في خلال يوم الخميس باذن الله 25 من نوفمبر الجاري. استعدادات كبيره جدا بتقوم بها المحافظه سواء على الارض والشوارع والميادين الهامه في المحافظه او من خلال رصد بعض الطرق طبعا داخل المحافظه، وبعد كمان بعض الامور الاخرى اللي حصلت وهي تحويلات مروريه في بعض الاماكن استعدادا للحفل العالمي. كمان هنرصد لكم اعزائي المشاهدين احدى المراكب اللي مشاركه في حفل طريق الكباش العالمي. زي ما كلنا عارفين حفل طريق الكباش العالمي هيتم طبعا من خلال عروض متنوعه، هيكون في عروض استعراضيه، عروض فنيه، عروض فرعونيه. من ضمن العروض الفرعونيه هيتم تقليد او عمل تصور لحفل عيد الابط او عيد الابط اللي كان بيتم في عهد المصريين القدماء. هيتم اقامه نفس الحفل في خلال نفس التصور ناخد يعني في حفل طريق الكباش. ضمن العروض الثانيه اللي هتتم في الحفل هيكون الحفل طبعا مشاركه عدد كبير من المراكب. من ضمن المراكب دي المركب الموجوده زي ما حضراتكم شايفين، تصميم مختلف جدا، تصميم بيشبه التصميمات الفرعونية. هيكون مشاركة في الحفل الكبير اللي هيقام في معبد الأقصر وبين كمان معبد الأقصر ومعبد الكرنك وفي وسط طريق الكباش الفرعوني، أو نقول نقدر نقول أو ما يسمى بطريق المواكب الكبرى. طريق المواكب الكبرى زي ما قلنا لحضراتكم هو طريق فرعوني، يعتبر من أطول الطرق في العالم، يكاد يكون هو الأطول في مصر وفي الأقصر بوجه خاص. الطريق ده طبعا مساحته أو نقدر نقول حوالي مثلا 2700 متر، امتداده من معبد الأقصر لمعبد الكرنك. احتفالات قديما كانت بتتم من خلال مشاركة عدد كبير من الكهنة في الحفل، وكانوا عدد كبير منهم بمشاركة طبعا الفتيات. بيتم حمل الزوارق أو المراكب. من ضمن المراكب زي ما قلنا دي إحدى المراكب اللي هتكون موجودة في الحفل، في مراكب كمان تانية هيتم حملها. طبعا تم إضافة لها بعض الدهانات المختلفة باللون الذهبي وألوان أخرى لتضاهي حفل طريق الكباش وتضاهي المظهر الجمالي للمحافظة وتتسق مع المظهر الجمالي للآثار طبعا. وهيشارك طبعا في فتيات كتير، هيرتدوا طبعا ملابس فرعونية وتاج فرعوني، وكمان بالإضافة لعدد كبير من الشباب هيكون موجود عشان يحملوا زي ما قلنا المراكب اللي هتكون موجودة. طبعا هتبقى مراكب أصغر حجما من المركب دي، من ضمن المراكب اللي موجودة هتبقى مشاركة في الحفل. من ضمن الاستعداد من الأخرى على أرض الواقع كانت محافظة الأقصر خلال الفترة الأخيرة رصفت بعض الطرق الرئيسية وكمان بعض الميادين، تم إضافة لها أو عمليات تشجير وظهور كمان مساحة معبد الكرنك أو معابد الكرنك نقدر نقول، تم إضافة لها عدد كبير من أحواض الظهور عشان ضمن استعدادات الحفل. طبعا نقدر نقول الحفل إن شاء الله يعني بناء على تصريحات من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ووزير الآثار نفسه، إن شاء الله الحفل هيضاهي موكب المومياوات الملكية اللي تم في القاهرة. منتظرين حفل مبهج ومبهر للعالم، منتظرين افتتاح يليق بمحافظة الأقصر ومصر بشكل عام دوليا وعالميا، منتظرين فيما بعد يتم وضع الطريق على خريطة المعالم السياحية والمدن السياحية في العالم، على يتم زيارته فيما بعد ووضعه بعد وضعه على البرامج السياحية. من كمان من ضمن الإضافات اللي تم تجهيزها في داخل طريق الكباش إضافة استراحات للزوار فيما بعد، استراحات خشبية، كمان لافتات وممرات معينة للذوي الاحتياجات أو نقدر نقول لذوي الهمم أثناء دخولهم في طريق الكباش، تسهيلا عليهم بيدور على طريق الكباش. كمان عدد كبير من المفترض مشاركة مراكب كمان أخرى في نهر النيل على كورنيش النيل. زي ما حضراتكم شايفين نهر النيل مواجه لطريق الكباش،
في نفس التوقيت هيتم مشاركة عدد كبير من المركب في نهر النيل، هيتم طبعا تزيينها بتصميمات معينة. كلنا إن شاء الله هننبهر بالمظهر الجمالي للمحافظة وللطريق الكباش.